التجديد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب امبارح عبر حساباته الرسميه منشور بيتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده. وقال السيد الرئيس: كلفت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده تضم الخبرات والكفاءات اللازمه لاداره المرحله القادمه، وذلك لتحقيق التطوير المرجو في الاداء الحكومي ومواجهه التحديات التي تواجهها الدوله. كمان امبارح تقدم الدكتور مصطفى مدبولي بخالص الشكر والتقدير للرئيس على تجديد الثقة في تولي المسؤولية كرئيس للوزراء الفترة المقبلة، وقال انه في تكليفات محددة من السيد الرئيس في عدة مجالات سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اللي قدم استقالة الحكومة للرئيس، وكلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، أيضاً على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو اللي بيرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي. امبارح نشر الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حساباته الرسميه منشور بيتضمن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده، وكتب الرئيس السيسي: كلفت الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومه جديده تضم الخبرات والكفاءات اللازمه لاداره المرحله القادمه لتحقيق التطوير المرجو في الاداء الحكومي ومواجهه التحديات التي تواجهها الدوله. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء انه شرف بتكليفه من الرئيس السيسي بتشكيل الحكومه الجديده، واضاف: اتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامه الرئيس على تجديد ثقته في تولي المسؤوليه كرئيس للوزراء الفتره المقبله، واعاهد سيادته ببذل اقصى الجهود لخدمه الوطن وابنائه. كما اشار رئيس الوزراء الى ان هناك تكليفات محدده من فخامه الرئيس في عده مجالات سيتم العمل على تنفيذها فور الانتهاء من التشكيل الوزاري الجديد. وتقدم الدكتور مصطفى مدبولي بالشكر لكل زملائه من الوزراء والمحافظين ونوابهم وجميع أعضاء الحكومة على ما بذلوه من جهود مضنية في ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة. امبارح وعقب مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في افتتاح فعاليات الدورة الثالثة من المعرض والمؤتمر الطب الإفريقي اللي بتقام تحت شعار بوابتك نحو الابتكار والتجارة، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي المعرض الطب الإفريقي الثالث اللي بيضم مجموعة من أبرز شركات تصنيع الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع مع أعضاء المجلس التصديري وغرف الصناعات الكيماوية، وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتي في إطار سلسلة الاجتماعات واللقاءات الدورية اللي بتحرص الحكومة على عقدها مع مسؤولي المجالس التصديرية المختلفة والغرف الصناعية، وده بهدف التعرف عن قرب على آرائهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بزيادة معدل الصادرات المصرية من مختلف القطاعات تحقيقاً لمستهدفات الدولة في زيادة الصادرات بنسبة 15% سنوياً. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية التقى الفريق دوشكو جارجوفيتش قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لوزارة الدفاع الصربية خلال زيارته الرسمية لدولة صربيا اللي استغرقت عدة أيام. تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن فتح آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين القوات الجوية المصرية والصربية.